مشاهدينا على التلفزيون النصر 24 في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي نقدم لكم فيه النشرة الدارية من تلفزيون النصر 24. الامبسادير الجاتا في تشاد بريد رويوم هنا قطر علي سوسل ابراهيم كان قدم الليتر هنا كرياس حقا للاس اي هنا قطر احمد بن حسن الوقت اللي كان قدم ليتر حقا يتمنى ليا النجاح في قريمته وترابط كمان مع دولة تشاد وقطر والعلاقة اللي تربطهم كمان يعني قويين حنا العلاقة والتعاون بين الدول الاثنين في عدة من التخصصات في المجالات. سوت منظمة سويت الانطلاقة عن الحملة الإعلامية والإقليمية والرقمية من أجل التغيير الأسلوب الاجتماعي، وده كان بقى تحت شعار تعليم عن البنات والقيادة النسائية، وكان بقى في واحد أوتيل لازر بلازا. كان بقى بحضور عن المنسق والمنسق الوطني للمشروع وممثل عن UFA والأمين للدولة في الوزارة الاقتصاد. في وقت ده كمان كان حاجة منسق عن المشروع يوسف قال الهدف عن الحملة دي عشان يرفعوا المشاكل الاجتماعية، ومن جانب كمان حجة الأمين للدولة في الوزارة عن الاقتصاد عبد الرحيم يونس كان حجة بالأهداف عن الانطلاق. خليتها بجزء منك انطلاقة الحملة الإعلامية الإقليمية والوطنية حول التغيرات الاجتماعية والسلوكية الذي ينظمه مشروع استقلالية المرأة والعائد الديموغرافي في دول الساحل رغم مشاغلكم العديدة. السيدات والسادة، إن المرحلة الثانية من مشروع سويت دخل حيز التنفيذ منذ شهر يناير الماضي، ويهدف إلى تسريع التحول الديموغرافي وتخفيض الفوارق بين الجنسين على الصعيد الإقليمي. دول مشروع سويت اتسعت دائرتها بانضمام كل من الكاميرون والبنين وغينيا بالإضافة لدول الست الأعضاء القدامى. السيدات والسادة المضمون الكرام، إن هذه النسخة الحالية تحت عنوان نقوى معا تحت شعار تعليم البنات والقيادة النسوية في تشاد حملة 2020 سمحت لنا بمس أكثر من 7 ملايين من البشر، وننتظر نتائج طموحة لعام 2021، وخاصة أن هناك 11 مليون شخص تستهدفهم الحملة عبر مختلف قنوات الاتصال. كذلك أكثر من مليونين مراهقة عملهن بين 10 إلى 19 سنة، وكذلك هناك حوالي 11 مليون من الفاعلين الأساسيين بالإضافة إلى 55 من شغال إعلام وغيرهم من العناصر التي تستهدفهم هذه الحملة. والهدف من هذه الحملات هو رفع التحديات الاجتماعية والثقافية من أجل خصوبة مسؤولة ومحكمة وعلاقات بين الجنسين مبنية على العدالة الاجتماعية وفق واقعنا الاجتماعي. وبهذه السانحة اسمحوا لي باسم الحكومة الانتقالية أن أتقدم بخالص الشكر إلى شركاء التنمية وخاصة البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعمهما الذي سمح بإنجاز مشاريع مهمة ومحل اهتمام الفريق الركن محمد إدريس ديبين هو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة، ونامل أن يزداد هذا التعاون المثمر. وختاما أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل بهذا نوع الانطلاقة الحملة الإعلامية الإقليمية
والوطنية حول التغيرات الاجتماعية والسلوكية لمشروع السويد لعام 2020 سيجي لانس اوفيسيلمون لا كامبان ناسيونال ميدياتيف دي كوميونيكاسيون بور لو شانجمون سوسيال اي دي كومبورتمون. N'est-ce pas le maire en 7e arrondissement, le gouverneur de la Gaïta Djambali Valadieta Ndjamena, général Ibrahim Seyid, n'est-ce pas le maire de la Gérite en commune en 7e arrondissement, Abbas Mohamed Teyip, ou le premier adjoint, comme un Konkoy Pascal, ou le maire de la 2e adjoint, comme un Mohamed Salih Ibrahim. بعد ما نصبو المهر نقومين هنا سيتي مرندو شما عباس محمد الطيب وكمان شكر بالسيقة اللي كان انتو عليا وقال لي مسؤولية كبيرة وخلي الزملان كمان بيساعدو عشان بحققوا فوق أهدافهم وقال انت بجزء من كلامه في ميكروفون انا عامل مسؤول مير مير كامورو مير مير لبوبلاسيون شعب وكونسي ومير قبليكو Je suis un homme qui a été un homme. شاري تماين ده نصاك يقولوا يورو قال كيف لين تل لين جينا في وقت قاسي هلا قال أمين ده ما شاب وما دلقي دكار كي شاب دكاري وما كونسي كل قبل ندرو نسو شغل ألف ستم ده شغل جينا إيه ألم جينا ما لجينا ليه عشان نبغى مير جينا ندرو نخد مشاب كمان نخد مشاب ده منجو دونك جينا شاب بس بلا شاب مندرو نسو شيء donc le droit chapeau les avouna voyez na kulu ni avoun bina na khadim dama shokola نظمت الوزارة انت السيها الا اما وما الا امدهن البلديات بالخصوص دهرين عن التثقين في بعض من الأماكن الأمة المناسبة كان بقت بحضور أنا ممثلا الوزير وعدد من أعضاءنا الحكومة للمجلس العسكري الانتقالي المناسبة كانت في ميزون دي لافام في الوقت حجت حليمة الشريف زايدي كمان حجت في ما يخص الأهداف عن الانطلاق دواعي سرورنا أن نشارككم هذا اليوم بمناسبة انطلاقة ورشة التعميم والتوعية للمرسوم رقم 1522-رئاسة الجمهورية-وزارة الصحة العامة والذي يحدد قواعد حظر أو من التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل ووسائل النقل العامة وكذلك في محيط الدوائر العشرة لبلدية أنجمينة. السادة الأعزاء، قبل كل شيء ونيابة عن وزير الصحة العامة والتضامن الوطني أعرب لكم عن كامل امتنانه وشكره الحار للمسؤولين الإداريين ورؤساء أقسام البلديات بالجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل تهيئة المنطقة من الملوثات والحفاظ بقدر المستطاع على بيئة صحية وآمنة، وهذا إن دل فيدل على جهودكم الجبارة وتوجيهاتكم وقيادتكم الرشيدة من أجل نظافة المنطقة. السادة الأعزاء، فقد آن الأوان للشروع في تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع. سيداتي وسادتي،
يعتبر التبغ من أخطر ملوثات البيئة التي تم رصدها، حيث أن دخان التبغ يحتوي على حوالي 4000 مادة سامة ومسرطنة في نفس الوقت، وأن التعرض لهذا الدخان ليس خطر فقط على المستهلكين أو المدخنين، ولكن مؤثر أيضا على الأبرياء المتواجدون في محيط هؤلاء المدخنين. كما تشير الإرصادات وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية بأن التبغ يقتل أكثر من 6 ملايين شخص سنويا، أي بمعدل شخص واحد في كل 5 ثواني، وكذلك يسبب أيضا بوفاة 1 من بين 6 وفيات من البالغين. ومن المتوقع أن يموت نصف المستخدمين الحاليين للتبغ من الأمراض المرتبطة بالمواد السامة كالانسداد الرئوي الحاد وبعض أمراض القلب وغيرها من الأمراض التي لها علاقة بالتدخين. في جولة كان نصور الكاميرا انت الأخبار على التلفزيون النصور، كان مشو في بكان هنا الطلاب اللي كان قاعدين فوق كتان الباكان ما طبوا قاعدين وما قاعدين ساكت قاعدين بيدبروا شيء قاعدين بخسروا ألا وتاير ولا مدويا عشان أم باكر بوك دورو بوك تبو فوقا في الانسكريبسيون هنا عام 2020 عام 2022. مشاهدينا تلفزيون النصر 24 بالخبر خلاص كملت النشر الدائية نشر كتيب شبه كل تلفزيون، نخليكم كما تتابعوا متابعة سيدة ما باقي برنامج تلفزيون النصر.